بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم ميس خديجة، مادة الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنتكلم على الدرس الثالث في الوحدة الأولى، وهو التنمية السياحية. من اسم الدرس تنمية، يعني زيادة، ان انا هزود ازاي التنمية السياحية عندي في مصر. طيب هنخش على السلايد الثانية، وهي أهمية السياحة او أهمية السياحة عندي في مصر. اول حاجة زي ما احنا اخدنا ان النشاط الاقتصادي بيتكون من الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة. طيب أهمية السياحة، احنا اتكلمنا الترم اللي فات على أهمية الزراعة وأهمية الصناعة، النهاردة هنتكلم على أهمية السياحة. أهمية السياحة أول حاجة بتساهم بقد إيه في الدخل القومي؟ 18% من الدخل القومي، وتوفر فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة. تالت حاجة وأهم نقطة عندي، إن هي السياحة بتعد المصدر الأول أو المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية. إنه السائح لما بيجي من دولة أخرى، طب هل بيدفع بنفس الجنيه المصري بتاعنا؟ لا، بيدفع بالدولار، بيدفع باليورو، بيدفع بالعملة بتاعت الدولة بتاعته، يبقى بالتالي بيدخل لمصر عملات أجنبية. طيب رابع حاجة، إن ساهمت السياحة في إنشاء مدن وقرى سياحية جديدة زي مارينا وزي مرسى علم. يبقى أهمية السياحة بيجي لي فيها سؤال بما تفسر، هقول له بتساهم ب 18% في الدخل القومي، توفر فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وتساهم أو تساعد أو مصدر رئيسي للعملات الأجنبية عندي في مصر، وساعدت في إنشاء المدن الجديدة زي مارينا ومرسى علم. طيب بيجي لي كلمة اسمها الدخل القومي، ما المقصود بالدخل القومي؟ هو إجمالي الدخل الذي تحققه الأنشطة الاقتصادية. إجمالي الدخل الذي تحققه الأنشطة الاقتصادية. إيه هي الأنشطة الاقتصادية؟ اللي هي الزراعة والصناعة والتجارة. طيب السلايد اللي بعد كده بتوضح لي، تقول لي إن الصور يعني اللي عندي قدامي دلوقتي بتقول لي إن السياحة العربية لمصر تساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي، وإن عندي إن السياحة دي بتوفر 200,000 فرصة عمل. والصور اللي قدامي بتوضح برضو قرية مرسى علم وقرية مارينا بالساحل الشمالي وخان الخليلي، دول الحاجات اللي بتساهم أو بتزود التنمية السياحية عندي في مصر. اللي مرتبط بالسياحة كمان الصناعة، اللي هي زي السجاد اليدوي دي أو الصناعات الحرفية، الصناعة اليدوية برضو بتشجع أن السياح ييجوا يشتروا من الصناعة دي زي السجاد اليدوي الفخار. السياحة بترتبط بالصناعة بنحو 70 صناعة، دي بتخدم السياح، يبقى الصناعة بتخدم السياح. طيب السلايد اللي بعد كده، المناطق السياحة الرئيسية في مصر، عندي 6 مناطق للسياحة الرئيسية في مصر. أول حاجة الساحل الشمالي، وده بيضم محافظة الأسكندرية ومرسى علم ومطروح، ومرسى مطروح ومرسى علم، وادي النيل اللي بيمتد من محافظة الجيزة حتى أسوان جنوبا، وساحل البحر الأحمر اللي بيضم المدن الساحلية زي الغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، مدن القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة وشبه جزيرة سيناء، والواحات في الصحراء الغربية زي واحد سيوة والخارجة والدخل. طيب السلايد اللي بعد كده هنتكلم على وسائل التنمية السياحية أو أهداف التنمية السياحية إيه عندي في مصر. أول حاجة عندي هما متقسمين لثلاث حاجات، زيادة تنوع، زيادة أعداد السائحين، دي أول نقطة، زيادة أعداد السائحين. إزاي هزود أعداد السائحين؟ من أنا بزود مدة الإقامة بتاعتهم، وأن أنا بقدم لهم زي وسائل ترفيهية زيادة أمتعهم في الرحلة بتاعتهم. كلمة التنمية السياحية هي المشروعات والخطط اللي بتهدف لزيادة الدخل القومي. كلمة تنمية سياحية هي المشروعات والخطط اللي بتهدف لزيادة الدخل القومي. طيب السلايد اللي بعد كده، زيادة وتطوير المنشآت السياحية. يبقى احنا اتكلمنا عن زيادة أعداد السائحين، دلوقتي زيادة وتطوير المنشآت السياحية، ان انا بزود او بحسن جودة القرى والمنشآت السياحية عشان السياح يستمتعوا بمدة الإقامة بتاعته، وبنشط السياحة وبوفر خدمات متميزة للسياح. ده كل ده بيساعد أو بيؤدي لجذب أعداد السائحين. آخر حاجة عندي زيادة التنويع السياحي. يبقى أهداف ووسائل التنمية السياحية، زيادة أعداد السائحين، زيادة وتطوير المنشآت السياحية، زيادة التنويع السياحي. يعني مثلا دلوقتي السياح جايين بغرض سياحة المؤتمرات،
خلصوا المؤتمر مثلا الطبي بتاعهم واقول لهم طب تعالوا بقى نتفسح شويه، إيه مثلا اوديهم شرم الشيخ، اوديهم العين السخنه، يبقى احنا كده عملنا كذا نوع للسياحه، يعني دخلنا نوعين في بعض. ده اسمه التنويع السياحي، ان انا مثلا سياحه المؤتمرات دخلت فيها السياحه الترفيهيه، او السياحه الطبيه دخلت فيها السياحه الترفيهيه، يبقى ده اسمه التنويع او التنوع في السياحه. ده بيساعد او بيزود اعداد السائحين عندي في مصر، وبيزود التنميه السياحيه عندي في مصر. وبكده هنكون انتهينا من الدرس الثالث في الوحده الاولى، وان شاء الله نتقابل في الدروس التاليه. وشكرا.